أكثر من 375 ألف وفاة في العالم بفيروس كورونا. إطلاق النيران على 4 ضباط بولاية سانت لويس الأمريكية مع استمرار الاحتجاجات في واشنطن ونيويورك. القضيم يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات أبطال العراق لملاحقة فلول داعش الإرهابي. الحادية عشر صباحاً التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. نبدأ مع حضراتكم مشاهدي الكرام هذا الموجز. فقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم بلغت 375 ألف وفاة، وأوضحت الوكالة أن أكثر من ثلاثة أرباع الحصيلة في أوروبا والولايات المتحدة. جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات، تلتها بريطانيا وإيطاليا والبرازيل وفرنسا. أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل 8863 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 182 وفاة. يأتي هذا بينما أعلنت نائب عمدة موسكو أن 6030 مصابا بفيروس كورونا المستجد في موسكو تمثلوا للشفاء خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى أكثر من 88000 شخص. سجلت الصحة البرازيلية 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت الصحة البرازيلية عن تسجيل 623 حالة وفاة جديدة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى نحو 526000، بينما قفز عدد الوفيات إلى 30000. تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المكسيك حاجز 10000 بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 237 وفاة جديدة. قفز عدد الإصابات إلى 93435 حالة. يذكر أن المكسيك شهدت تفشيا للفيروس بوتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت معدلا يوميا يصل لنحو 3000 إصابة. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إلى أكثر من 182000 حالة، وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 حالة بتسجيل 11 وفاة جديدة. تواصلت الاحتجاجات والمسيرات الغاضبة في واشنطن ونيويورك رغم دخول حظر التجوال الليلي حيز التنفيذ. وقعت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن خارج البيت الأبيض، واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على مقتل جورج فلويد، كما انتشر المئات من عناصر الجيش الأمريكي داخل حرم البيت الأبيض. ومن جهته قال مسؤول كبير في البنتاغون إن قوات من الحرس الوطني تتوجه من خمس ولايات إلى واشنطن. أعلنت شرطة مدينة سانت لويس بولاية ميزوريا الأمريكية عن تعرض أربعة من عناصرها لإطلاق النار، وأضاف قائد شرطة سانت لويس أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بإصابات غير قاتلة. عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية بمقر العمليات المشتركة في كركوك للاطلاع على سير العمليات. وتأتي زيارة الكاظمي بهدف الإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق لتعزيز الأمن والاستقرار وتكثيف منابع الإرهاب وملاحقة بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك. وصلنا لختام الموجز، والمزيد من الأخبار تابع موقعنا الإخباري اكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم وإلى اللقاء.